دجاج حفرت راس حفرت. يعني اذا انت بتنوي تعمل اشي عاطل لحدا راح الاشي هاد يصير معك انت. او معنى تاني دجاج حفرت على راس حفرت اللي هو اللي من ايده الله يزيده. يعني يعني واحد بيجيب مشاكل لحاله هيك بالنسبة لي. دجاجة حفرت على راسها عفرت. طيب دجاجة حفرت على راسها عفرت يعني من حفرة حفرة اللي اخيه وقع فيها صح ولا لا؟ يعني كيف الواحد بيجيب مشاكل لحاله هيك شيء اتوقع يعني مش عارف. اوكي دجاجة حفرت على راسها عفرت. اوكي يعني الواحد بيجيب المصايب لحاله. What do you think؟ دجاجة حفرت على راسها عفرت. معناته انه بيعمل مصيبة بتوقع براسه بالاخر. دجاجة حفرت على راسها عفرت خربت بيتها بحالها معناته. او معنى ثاني يعني زي مبدا الكارما يعني اذا انت بتنوي شيء سيء لواحد راح يجيك شيء بالمقابل عاطل. يعني هي جابت لحالها المشكلة بس. دجاجة حفرت وعراسها عفرت معناها انه واحد عمل عملة او شغلة ورط حاله فيها وبتصفي كأنه يعني بما معناه انه اللي من ايده الله يزيده. مثل تاني دجاجة حفرت عراسها عفرت بتوقع مصيبة وجبتها لحالك ممكن.